السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهلة سامح عبد القادر، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي للكرة الطايرة. كنت حابة أتكلم عن الرياضة. أنا ابتديت أمارس رياضة من وأنا عندي 6 سنين، يمكن بقالي أكتر من 20 سنة بلعب فولي بول في النادي الأهلي من وأنا صغيرة. طبعا الرياضة فادتني كتير، الالتزام علمتني الانضباط عامة في حياتي، بنت لي شخصيتي الحمد لله بشكل مختلف. طبعا بتفيد جسم الإنسان جدا، بتحسن طبعا العقل والجسم كله، وطبعا في بناء العضلات والجسم الصحي عامة بيفيد بعد كده. اللي بيكون رياضي من وهو صغير طبعا بيختلف كتير عن اللي ما بيمارسوش رياضة لما بعد كده لما بيكبروا. أنا الحمد لله يعني في خلال مسيرتي في الكرة الطايرة حققت ألقاب كتير، إذا كانت ألقاب شخصية أو ألقاب مع النادي والمنتخب. حققت 40 بطولة متنوعة مع النادي الأهلي، منهم 5 أفريقيا و5 عرب، و30 بطولة ما بين كأس ودوري محلي في مصر. والحمد لله قدرت طبعا أفوز ببطولات أفريقية ومع المنتخب، وتأهلت لأكثر من كأس عالم. الحمد لله ليا ألقاب شخصية من أحسن ضريبة وأحسن لعيبة أفريقية وأحسن استقبال وأحسن دفاع وأحسن ضريبة، الحمد لله قدرت أحققهم كلهم. ودلوقتي الحمد لله بنستعد للموسم الجديد، ابتدينا الدوري، ماتشات الدوري، وبنبتدي من خلاله نستعد للبطولة العربية اللي هتكون إن شاء الله في شهر يناير، هتقام في مصر خلال الفترة من 25 يناير حتى 4 فبراير. طبعا بنستعد ليها بقوة. السيزون ده طبعا هيكون صعب بالنسبة لنا، إن احنا السنة اللي فاتت قدرنا نحقق العلامة الكاملة، قدرنا نفوز بالبطولة الأفريقية والعربية والدوري والكاس، فأتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نحقق الإنجاز ده تاني، عشان طبعا الحفاظ على الإنجاز بيكون أصعب من تحقيقه. وطبعا يعني بدأ كل الشباب وحتى الأطفال بدأ طبعا إن هم يدخلوا في الرياضة من هم صغيرين، ويتعودوا على الرياضة بشكل يومي يمارسوها كل يوم، إذا كان قبل الشغل حتى ممكن بعد الدراسة. زي الحمد لله ما احنا قدرنا نوفق ما بين الدراسة والرياضة، دي هيكون مفيد جدا طبعا للإنسان يعني. وأتمنى طبعا إن الناس كلها تدعينا وتشجعنا إن شاء الله في السيزون الجديد إن احنا نقدر نحقق اللقب الأفريقي والعربي والكأس والدوري زي السنة اللي فاتت، وشكرا، إن شاء الله نقدر نفوز إن شاء الله. شكرا.